بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في دورة CSS3. اليوم إن شاء الله هو الدرس الأخير في الدورة. راح نتكلم اليوم عن خاصية اسمها Multiple Columns. كيف أستطيع أن أعمل أعمدة مثلا عندي نص، كيف أستطيع أن هذا النص يكون له مثلا عندي هذا النص هنا في موقعنا. إذا كان عندي هذا النص كالعادة النص يأتي بهذا الشكل أفقي، كيف أستطيع أن أقسمه لأعمدة بدون استخدام خاصية التابلز اللي تعلمناها بال HTML5، فقط باستخدام ال CSS. قول بسم الله ونشوف. نفتح دريم ويفر، طيب بداية أحدد div، أفتح div، فن أعمل div وأغلق هذا الديف، أكتب داخله this is a text، بعدين أعمل نسخ ولصق. اوكي، اذا انت عندك نص جاهز طويل استخدم النص الجاهز، ما عندي فعملت نسخ ولصق لنفس النص. طيب الان اذهب الى ستايل، اغلق ستايل داخله، اختار الديف، اكتب داخل هذا الديف التالي. اولا طبعا لا تنسوا استخدام الويب كيت اللي تعلمناها والموز هذه حسب نوع المتصفح. المتصفحات الكروم والسفاري والأوبرا يجب أن تضع الويب كيت قبل استخدام هذه الخاصية اللي هي كولوم كاونت. شو يعني كولوم كاونت؟ يعني كم كولوم، كم عمود تريد أن يكون هناك. مثلا له 4، مثلا استخدم خاصية الموز أيضا كولوم كاونت 4، والستاندرد اللي هي كولوم. بالمتصفح الانترنت اكسبلورر لا تعمل هذه الخاصيه. طيب اغلق، اعمل سيف بعدين عفوا فتحتها بال. لاحظ كيف عندي اصبح عندي كولومز بدون ما استخدم خاصيه التابلز ودون ما ادخل لموضوع التابلز. اصبح عندي كولوم، هذا الكولوم الاول الثاني الثالث والرابع، هذا فقط حددت له ان يضع كولوم لهذا التكست. طيب اذا اردت ان نحدد المساحه بين الكولوم، مثلا زيد المساحه اقللها الى اخره، اقول له بكل بساطه ويب كيت كولوم ما تسمى كولوم جاب. كولوم جاب مثلا بدي اياها 50 بكسل. اوكي، اختار موز ايضا كولوم جاب 50 بكسل، والكولوم جاب اللي هي الستاندرد ايضا 50 بكسل. اعمل سيف. هلا بعمل ريف، لاحظ اول شيء المكان، اعمل ريفريش، ازداد المكان، ازداد او قل حسب ما الجاب اللي انت اخترته، ازداد المكان بين الكولوم. طيب اذا اردت ان اضعهم مثلا لون صوره، غير الشكل، عندي استطيع ان استخدم خاصيه الرول، يعني بالويب كيت كولوم، لاحظ عندك كولوم رول كلر ستايل اخر، ساستخدم الرول واضع بها كل شيء. انا العرض سيكون 4 بكسل، والنوع اوت سيت، واختار اللون اي لون، اختار لون هذا اللون. اوكي، نفس الشيء لخاصيه الموز، طبعا الموز للفايرفوكس كولوم رول، اضع نفس هاي كوبي بيست، وايضا الجمله الستاندرد كولوم رول. طبعا لاحظوا ان انت بامكانك تحدد كل واحد على حده، اعمل سيف. بعد السيف هذا هو طبعا ما ترفرش، الان لاحظ تغير شكل اللي يفرق بين كولوم. هذه خاصيه بسيطه جدا كولوم رول. بس بتكرر الموضوع، الدروس تجدوها طبعا بالدورة بالقوائم التشغيل،
قوائم التشغيل وين؟ باليوتيوب وكذلك في الموقع، تجد الروابط كلها أسفل هذا الفيديو. الدروس مقسمة إلى كل درس، كل خاصية عملنا لها درس منفصل لحالها من أجل أن تذهب إلى الدرس مباشرة وتأخذ اللي تحتاجه مباشرة. بعض الدروس استخدمنا عدة خواص متداخلة بعضها البعض، يعني في كان درس استخدمنا عدة خواص، يعني مثلا اللي عملنا فيه القائمة الأفقية، اللي عملنا فيه الفورمز وأمور جافا سكريبت في الدورة الماضية. فهي تعتمد حسب أنت، تكون مذكورة الخاصية وعدد خواص تكون مذكورة، كل خاصية ذكرت في الدرس تكون مذكورة على في عنوان الدرس وكذلك في الصورة المصغرة لهذا الدرس، حتى تتأكد أنك تدخل إلى الدرس الذي تحتاجه حقا حتى تستفيد معلومة. بالنسبة لما بعد هذه الدورة، بعد هذه الدورة سيكون هناك دورة متكاملة عن ورشة عمل تصميم موقع إنترنت، سيسبقها فيديو صغير تعريفي. كثير يسألون أين أبدأ، HTML ولا CSS، وإيش يعني HTML5، وما هي HTML بدون 5، والفرق بين HTML و HTML5، وما هي PHP، وما هي ما دخل MySQL بها. هذه أمور كلها سنشرحها في فيديو مصغر، سيكون فقط شرح بهذه الأمور، وسيكون في بداية الدورة اللي تكون هي ورشة عمل لتصميم مواقع إنترنت. سنخبركم قبل فترة عند بداية هذه الدورة، لأنه يجب أن يكون لها الإعداد بشكل أكثر مناسبا حتى إن شاء الله تستفادوا بشكل أكثر. هذا كل شيء، أدعوكم بالاشتراك في قناتنا، دعمنا بالاشتراك واللايك والشير يساعدنا على الاستمرار. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.